خلل في الواقع. إن لقاءنا بالإله لا يتضمن أن يكون ما نريد رؤيته أو ما صورناه عنه. قد لا يكون دخل له في انطباعاتنا وتصوراتنا التي خلقناه بها. فالأقرع يعبد إلها أقرع، والأفريقي يعبد إلها أسود، والمختل يعبد مجنونا. نصف الإله بأشكالنا عادة، لربما كان خيالنا ميتا. تخيل فقط لو أننا نعيش ما نؤمن به بعد موتنا في ثانية أو أقل. تمر سيناريوهاتنا عن ما بعد الموت والملايين من الأحداث لوهلة. الكل يحاسب والكل يذهب لجنته، ذاك يحقق حلمه بلقاء ربه، لقاء وهمي، والآخر يحقق ما كبت عنه طيلة حياته ويفرغ شهوته. ألهذا يبتسمون بعد الموت؟ ربما يفسره ذاك النشاط المفرط الذي يزيد بشكل جنوني في أدمغتنا في مرحلة الموت الأخيرة. كل شيء وارد ما دام أحد لم ولن يعد من موته، أو قد يكون الأمر معقدا أكثر مما نتصور. فعقلنا هذا يشتغل بكيفية فيزيائية لا يمكن أن نعفيه من قوانين المادة، سواء كانت الكبيرة أو الدقيقة. وهذا ما خلف حفنة من الأفكار الإيمانية انطلاقا من تجاربنا وما تخضع له عقولنا من قوانين غير مفهومة لنا حتى الآن، وكتجارب نعهدها لكن لا نعلم كيف تحصل، كتواصل الأشخاص من البشر بالآلهة، تحقق الأحلام، أو تجربة الخروج من الجسد. إنها أشياء سحرية يمكن أن تنتج بمرض أو خلل ما خصوصا وأدمغتنا تعمل كهربائيا كحقل أفكار. تحيا هذه التجارب بنبضات عالم الكم، فارتباط الأجسام الكمية بتلك الطريقة السحرية هي وعينا، تشابك بين الماضي والمستقبل، عمل عقلنا، بل كل ما قد تسميه سحرا. فلا نستثني الإيمان البشري هنا. إن افترضنا عملها بطريقة استثنائية فتحقيق حياتنا الداخلية والغير ملموسة أمر ممكن. إنها تلك التجارب الغير منطقية. لا نتحدث عن الكم فقط، بل أي شيء لم ندركه بعد، فالحواس لا تقرب للحقيقة بصلة. فما العمل؟ هل نؤمن أم نجحد بكل ما سنصنع، بل بأنفسنا لأننا نصنعها ونشكلها مثل ما تشكل الأواني الطينية. حين نكون وسيلة الصانع في ري حلقه، الكل لا يطمح أن يكون أفضل، فمصيرنا واحد، الحطام والتكسر. إنها غلطة من الصانع، أما وضعنا في المكان الغير المناسب أم أنه رمانا دون اهتمام بنذالة. لكني أنا أطمح في أن أكون مزهرية تسحر النادرة بضمها للربيع، فنحمل للآلهة طموحها أو حلما وطأت قدمه خاطر أب وابن. عسى نكون أصناما لا جرة ولا مزهرية. كانت هذه التساؤلات محط جدل داخلي، لكن قطعت شوطا مهما في معرفة من أنا. فذاك الذي سميته مرضا كان يجسد لغة تواصل من بيني وبين أجوبتي. أسرعت بخطواتي نحو المنزل، فقد أرخى الليل سدوله وصار الوقت متأخرا ومعدتي تصرخ من الجوع. كنت صائما في سبيل فضولي إلهي الجديد. مشيت وسبيلي فارغ من الناس التي عادة ما تكتسح كل الشوارع لأهداف فانية.